يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا متابعين تلفزيون الكويت قناة سبورت الرياضية. رحب فيكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ألتيميت سبورت. برنامج ألتيميت سبورت هو برنامج المغامرات والإثارات. اليوم راح يكون معنا ضيوف متخصصين في رياضة السحب المائية اللي هي الويك بورد. راح نعرف أكثر عن هالرياضة لكن مع محترفين. هاللعبة هذه راح نتعرف عليهم بعد هالفاصل، خلكم معنا. قبل لا نبلش في حلقتنا اليوم مشاهدينا، احب ارحب في ضيفي الموجود معنا براك درويش، نقول محترف في رياضه او هوايه الويك بورد اللي هي سحب الويك بورد. نمسي عليك بالخير. مساك الله بالنور، حياكم الله ومشكور على ضيافتك. الله يحييك. بدايه براك، نبي نبلش نتكلم عن رياضات السحب، خصوصا اليوم كان موضوع حلقتنا عن الويك بورد ورياضه السحب المائيه، لكن نبي نتكلم بشكل عام وموسع شوي عن رياضات السحب المائيه. طبعا رياضات السحب عندك النيبورد، عندك السكي البحر، عندك السلالوم سكي او المونو سكي، بس احنا اختصاصنا رياضه الويك بورد. حلو. وندرب بهذه الرياضه وندش بطولات ونشارك فيها ونلعبها. حلو، زين. اذا نتكلم عن بدايه اللعبه او تاريخ اللعبه اللي هي الويك بورد، متى بدات؟ لكن بشكل عالمي، يعني نقول يعني خارج الكويت متى بدأت؟ عالميا رياضه الويك بورد بلشت بنصف الثمانينات تقريبا في سان دييغو امريكا. طبعا قبل ما تبلش رياضه الويك بورد كان عندنا رياضه الواتر سكينج وعندنا السيرفينج. لما جاء واحد وجمع الرياضتين هذيل ببعض، فخذ البورد مال السيرفينج وركب عليه الجوتي مال السكينج وسوى اول ويك بورد يسمونه السكيرفر سنه 85. وبعدها تبنت الرياضه هذه شركه السكي او براين وطوروا شكل البورد وسووا اول بورد اللي شكله مقارب للبوردات اللي تشوفها الحين. هذا المتعلقين طبعا للساده المشاهدين اللي قاعد يطالعونا اليوم، نقول لهم هذا البورد الموجود اللي يستخدم فيه رياضه السحب الويك بورد. طبعا مثل ما احنا شايفين عليه تو بوتس، فلو نتكلم على البوتس هذه، يعني اختيار البوتس بالطريقه هذه او بنوع الماتيريال المستخدم على البوتس هذا. حلو. طبعا البوتس يسمونهم بايندينجز، يختلفون بطولهم. حلو. يختلفون بالمواد المستخدمه على حسب اللاعب، لان في لاعبين ممكن يبي واحد يبي بوت يابس، الثاني يبي شيء ممكن يكون فلكسبل زياده. وطبعا طول البايندينج يختلف على حسب الحركات اللي انت تسويها وعلى حسب المايه اللي انت تسحب فيها. حلو. هذا باختيار البوتس او طريقته، يعني نقول هو باحجام مختلفه، مقاييس له، يعني نقول تفصيل اي بحجم ريل، ولا هو موجود على كل الويك بوردات؟ لا، موجودين بمقاسات مختلفه. حلو. كانك شاري اي جوتي، يعني يجيب مقاسات وايد وتلقاه، يعني ماكو شيء تفصل. الفرق عنه يمكن يكون انه اللي هو ديزاينات مختلفه او اللي هو الطرق مثل ما ذكرت في البدايه، انه يكون حق يعني معايير او مقاييس معينه، اشكال، الوان، مقاسات مختلفه، مواد مختلفه. حلو، على حسب طلبك. نعم. زين، نبي نتكلم عن الويك بورد، تصميم الويك بورد، شكلها مثل ما احنا شايفين، يعني نتكلم عن تفاصيلها. حلو. لها معايير معينه، مقاييس، الامور هذه. البوردات مره ثانيه نرجع حق استخدامك للبورد، ممكن يكون ورا الطراد، ممكن يكون بالكيبل. حلو. فالماتيريال المستخدم او المواد تختلف وهذا يغير مرونه البورد نفسه. فطبعا الماده المستخدمه باغلب البوردات هي الفايبر جلاس مع الجرافايت، ومقاسات البورد تختلف على حسب وزن وطول الشخص. بس لو نتكلم عن
بشكل عام تقريبا المقاس يتراوح ما بين الأربع إلى خمسة قدم بالطول وقدمين بالعرض. حلو. وطبعا في زعانف مثل ما أنت شايف. حلو. الزعانف هذه تساعدك على الثبات على الماي، وأشكال البوردات هم تختلف على حسب السرعة، طبعا على حسب اللاعب، في لاعب يبي بورد أسرع من الثاني. هذا يمكن أنه يقدر يعني يختار طريقة معينة أو يحطوا له يعني نقول مواصفات خاصة حق هالموضوع؟ مو طبعا مواصفات مو مسوينها تفصال حق اللاعب نفسه، ولكن في شركات. حلو. كأنك تشتري سيارة، في بوردات، في شركات تسوي بورد مخصص حق الكيبل. حلو. في شركات تسوي بورد مخصص يعني أسرع من بوردات ثانية. حلو. طبعا كل شركة عندهم يعني مواصفات معينة، مواصفات مختلفة، يعني ماكو شركة تسوي بورد واحد. حلو. كل شركة عندهم تقريبا 20 موديل ينزلون كل سنة فتختار منهم. زين براك، زين نتكلم الحين، قلنا تكلمنا على البوردات، تكلمنا عن تصميمهم، تكلمنا ايضا على البوتس المستخدم عليه، مثل ما احنا شايفين الحين الطراد اللي احنا موجودين عليه اليوم وقاعدين نسجل الحلقه منه، شايفينه مجهز، مجهز فيه عليه جول، شايفين ايضا على الجوانب هناك يمكن لوكرات اللي هي الهنجرات حق الويك بورد نفسها. نعم. فنبي نتكلم بشكل عام عن تجهيز الطراد حق رياضه السحب المائي. نعم طبعا الطراد هذا مخصص حق السحب. شنو اللي يتميز فيه هذا الطراد؟ اول شيء شكل القصة، الطراد القرف يسوي لك مايتين تقدر تنقز من واحده للثانيه. حلو. لان الرياضه هي حركات ما بالهواء تعتمد على الموج. طبعا فاذا الموجه كبيره تقدر تنقز تسوي حركاتك وتنزل. حلو. فغير هذا شنو ممكن يسوي لك الطراد هذا؟ تقدر تعبي فيه ماي فوزنه يزيد. حلو. وبروانته موجوده بالنص هنا، فكونها موجوده هنا وزدت الوزن فالطراد كله ينزل بالماي فمويتك تصير اكبر. حلو. غير الجول طبعا الحبل مالنا يركب فوق. حلو. عشان اذا بتسوي حركاتك ما تنسى حبلي تحت نفس باقي الطراريد. ايه. فممكن يسحبك لفوق. غير طبعا اكسسوارات تقدر تعلق البورد، في سيرفينج سيستم، مواصفات زياده هناك شوية. افضليه بان لازم يكون الطراد مكاينه تحت ما يكون فوق طبعًا. او يعني مثلا يكون مكاينه موجوده تحت او يكونون ورا طبعا المكاين اللي ورا عاده المايه اللي راح تسوي لك اياها اصغر من المايه اللي تحتاجها حق الويك بورد. حلو. فمواصفات الطراد هذا خاصه حق الرياضه هذه، حق رياضات السحب بشكل عام. السحب يعني لا. اللي ينصح فيه لرياضات السحب بشكل عام انها يستخدمون فيها القوارب اللي مجهزه بالطريقه هذه. نعم. مثل ما احنا شايفين اللي هي تكون مكاينها في المنتصف او تحت، وايضا عندنا مثل ما احنا شايفين الجول هذا اللي ينسحب منه، يطلع منه طبعا حبل وينسحب منه اي رياضه مائيه بغض النظر عن انه هو يطلع امواج ممكن استخدامها في عمل الحركات. اوكي انا بتكلم مع براك عن البطولات او المشاركات اللي شارك فيها، حققت اكيد شاركت بطولات في مجال. الحمد لله قبل اسبوع شاركنا في هونغ كونغ وطلعنا بمراكز ممتازه الحمد لله. حلو. وان شاء الله جايتنا بطوله في لبنان الاسبوع الجاي. شنو كانت البطوله اللي شاركتوا فيها؟ شنو اسمها؟ اسمها كويك سيلفر اند روكسي ويك فست سنة 2015. هذه بطولة سنوية هذه على مستوى آسيا. حلو. طبعا أكيد فيها ناس متمرسين في هذه الرياضة مثل ما ذكرت. طبعًا. هي ابتدت في نقول عالميا، ابتدت. نعم. من زمان وتم تطويرها وتم العمل فيها ودخولها دخول بطولات ومشاركات فيها. متى بديت يا براك في هذه الرياضة؟ والله أنا بديت سنة 2012 تقريبا، صار لي 3 سنين بهذه الرياضة. 3 سنوات. إيه. حلو. شلون لاقي نفسك بالرياضه هذه؟ والله الحمد لله مع التدريب مستمر بشكل اسبوعي تقريبا، في تطور الحمد لله. حلو. وان شاء الله مستمرين بالتطور. مستمرين ان شاء الله وبالتاكيد، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق الله في رياضتكم هذه، وان شاء الله نشوف مراكز تحققونها من خلال مشاركاتكم عالميا او على المستوى الخليجي ايضا. كل الشكر لك يا براك. شكر لك ان شاء الله ما قصر. الله يسلمك. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع مع ضيف جديد ايضا راح نتكلم عن رياضه الويك بورد لكن على المستوى المحلي بعد ما تكلمنا على المستوى العالمي. رايحين ورادين. ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا في حلقتنا اليوم اللي خصصناها عن رياضة الويك بورد، رياضة السحب المائي، لكن راح يكون معنا ضيف ثاني، وضيفنا الثاني راح يكون محترف في هذه الرياضة، هو نقول حمود الحداد. راح فيك معنا. مشكورين، حياكم الله. الله يحييك حمود. احنا تكلمنا بشكل عام قبل شوي مع براك، تكلمنا عن بداية الرياضة هذه عالميا وانتشارها على المستوى العالمي، وأيضا تكلمنا عن الكثير في هذه الرياضة، لكن نبي تكلمنا عن انتشار هذه اللعبة أو بدايتها في الكويت.
الرياضة انتشرت من 3 أشخاص اللي هم بدر جهيم، صالح دويسان، وجيني الفلشاوي. حلو. هم اللي أسسوا الرياضة عندنا بالكويت ونشروها وكبروها من سنة 2007. حلو. بدأوا يشاركون بطولات عالمية وطلعوا بمراكز عالية. حلو. وشاركوا بطولات بآسيا وفازوا بمراكز بطولات آسيا. حلو. هذا يوم شاركوا قلنا في سنة 2007. بدأت الرياضة عندنا بالكويت 2007. حلو. وأنت متى بدأت في هذا الرياضة؟ أنا بديت ألعب بالرياضة سنة 2008، وبديت جد بالرياضة سنة 2012. 2008 وبديت، يعني نقول وصلت إلى الاحتراف في سنتين 2012، في من 2008 لغاية 2012. إيه. يعني وصلت 4 سنوات. هل إيه. هي كانت كفيلة بأنها توصلك إلى المستوى اللي أنت فيه؟ بديت كهواية بالشاليه، كان في بورد بالشاليه وكنا نلعب فيه أنا وإخواني وكذي، بس شفت الفريق وشفت فيديوهات عنهم باليوتيوب وكذي. حلو. حاولت أتعرف عليهم، سوينا أول بطولة 2012. حلو. اول بطوله كانت في اي سنه؟ 2007 ولا 2010؟ 2010 كانت 2010. نعم. اي، وشاركت بالبطوله وتعرفت على اللاعبين الويك بورد اللي بالكويت عندنا. حلو. فبديت اتمرن مع الفريق وكذي، بديت اخذ لسنز وكذي. وصرت. شو اللي خلاك تحب الرياضه؟ والله يعني ليش اخترت رياضة الويك بورد دونا عن الرياضات الموجودة الثانية؟ والله هي رياضة تخليك تتعشم باللعبة، يعني تبي تسوي أشياء جديدة، كل ما تعلمت شيء جديد تبي شيء ثاني، تبي شيء أكبر وأكبر لين تصير. حلو. يعني انت حاط بالك ان هذه الرياضه ممكن هي توصلك في يوم من الايام الى الاحتراف، او انك توصل الى المستوى اللي انت فيه اليوم لانك حبيت الرياضه هذه. نعم. وكان اكيد سبب كبير في اختيارك لهذه الرياضه، لكن نبي نتكلم اكثر عن بطولاتك، مشاركاتك في هذه الرياضه. شاركت انا بطولتين بالكويت، اللي هي اول واحده سنه 2010 وسنه 2012. طلعت بال 2012 مركز الثاني، وشاركت سنة طافت ببطولة ماليزيا الحمد لله حققت مركز الثالث. نعم. وتوني شاركت ببطولة بهونغ كونغ، بس للأسف ما كان معي الحظ. حلو. بس إن شاء الله البطولات الجاية ننجز أكثر إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لك التوفيق أنت وبقية أعضاء فريقكم، أن أنتم تتوفرون إن شاء الله في بطولات تكون على المستويين المحلي أو العالمي. لكن بتكلم أنا بما أن إحنا دخلنا فيما يخص البطولات والمسابقات ومشاركاتكم، أنتم بديتوا فريقكم بنقول جروب بسيط. إيه. نعم. كونكم أنتوا اللي ذكرناهم في البداية كانوا الأشخاص هذول بدأوا في اللعبة في الكويت في 2007، لكن أنتوا شلون كونتوا فريق؟ هل كونتوا فريق؟ هل كونتوا منتخب؟ بدر وجيني وصالح كانوا هم المنتخب الجيل الأول. حلو. ودربونا وعلمونا شلون نلعب وشلون نستعمل هالرياضة، فاحنا نعتبر جيل الثاني من لعبة ويك بورد بالكويت. تأسستوا على ايدهم؟ على ايدهم. وهم كانوا طبعا اكيد مشاركين في بطولات. إيه. نعم. ومسابقات خارجية. اي نعم. والى الان ما زالوا يعني هم متواصلين في التدريب في هذا الرياضة؟ للحين متواصلين بالتدريب، بس وقفوا ان يشاركون. حلو. صاروا ان الحين يبون يهتمون فينا ان احنا نكون نحقق مراكز ان شاء الله عالية. باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق وتشاركون في بطولات خارجيه. لكن اللي بعرفه الحين سويت المنتخب، شاركتوا، جبتوا بطولات، شاركتوا في المسابقات، اكيد خذتوا تجارب، خذيتوا خبره كبيره من لاعبين انتم شاركتوا وياهم، فلشان ما وصلتوا الى المستوى طبعا. لكن هذا كله ما يأمن فراغ، يعني لا تقول لي انا شفت رياضه وحبيتها بس، اكيد هذا كان فيك شيء داخل. هل انت كنت تمارس رياضه مائيه ثانيه؟ هل كنت انت مثلا من هواة نقول الالعاب البحريه قبل لا تختار اللعبة؟ كنت انا بديت بلعبه النيبورد اللي هي تصير على ركب. حلو. وكنت نفس ما قلت لك بالبدايه كنت العب مع اخواني وبالبحر وقدام الشاليه وكذي، فلقينا وراها لقينا الويك بورد بالشاليه. حلو. كان مال خالي، وقلنا يلا خلينا نجرب خلينا نتعلم. حلو. فلعبنا بالويك بورد واستانسنا على الرياضه، بعدين استوعبت ان الرياضه فيها حركات جديده، فيها شيء جديد. فبديت اكمل العب بالرياضه. يعني بما انك ذكرت وصلنا حق المنطقه اللي فيها سؤالي واللي داخلي ودي اساله، وايضا استاذ المشاهدين في عندهم نفس السؤال، انه لاعب الويك بورد هل له مقاييس معينه، معايير معينه، انه يكون مثلا وزن معين، او انه يكون عادي المتين يقدر يمارسها، الضعيف يقدر يمارسها، في اوزان معينه؟ عامه الرياضه حق الكل. حلو. الكل يقدر يلعبها، واذا انت طويل ولا قصير ولا ضعيف ولا متين.
بس حلو. يعني لما نتكلم كمتين ما تقول لي انه متين وايد، بس انه عامه الرياضه حق الكل يعني. يعني يكون وزنه اكيد انه مناسب حق هذه الرياضه او باقي الرياضات انه هو يقدر يمارسها، لكن في صعوبه بالشد في هذه الرياضه، يعني تحتاج الى قوه ساعد، قوه ايدين، لانها هي تعتمد على السحب، سحب الجسم او الايدين. هي رياضة ما تحتاج قوة بالبداية، لأن الطراد أقوى من الإنسان. حلو. فهو الطراد هو اللي طلعك من البداية. حلو. بس وراها لما تتطور تحتاج شوية قوة عشان تسوي حركات معينة وكذي. حتى طلعتك من الماي تحتاج قوة أكيد جسمانية، لأن اللي بسحبك طراد وانت ماسك. يعني أنا مرة جربتها وحاولت يعني، ولكن في رياضة مختلفة بسحب، ولكن لما شديت فكان إنه يحتاج منك قوة إن أنت تطلع، وإني أنا ما كنت أعرف بالتأكيد إني أمارس الرياضة هذه. هي رياضة تكنيك أكثر من قوة. حلو. يعني كل ما ضبطت التكنيك كل ما أنجزت أكثر بالحركات. حلو. فإذا أنت طبقت التكنيك بالضبط ما تحتاج قوة كثر مثلا تشيل حديد ولا أي شيء نفس هالرياضات. حلو. عرفت؟ زين شنو الحركات؟ بما ان وصلنا حق هم ايضا الحركات، نبي نتكلم عن الحركات اللي تسوونها على الويك بورد، يعني اكيد تحتاج لياقه بدنيه، هناك تجهيزات حقكم انتم مثلا، رياضات تمارسونها عشان تكونون بلياقتكم دائما، لان الحركات هذه تحتاج الى رشاقه، بان الواحد يطير من الويك بورد بالهواء ويسوي حركات ويرجع ايضا على الامواج نفسها. هي كل حركه لها تكنيك معين. حلو. على دخله المويه، على طريقة جسمه، على طريقة مسكته بالحبل. حلو. إذا هي قريبة ولا بعيدة، فكل حركة لها طريقة معينة إنك تطبقها. حلو. فإحنا نتدرب على الطريقة، وفي يصير مثلاً درلز قبلها، إن أنت تتعلم على شيء قبله عشان تنجز هالحركة. تعلمون عليه وين؟ بالطرد. يعني بالبحر. بالبحر. وأنتوا تحت على الماء. إيه نعم. على الماء. في يعني أمور أو تمارين معينة تمارسونها. إيه نعم. مثل شنو؟ نفس مثلا اذا تبي تسوي ال 360 اللي تفر بالهواء. أيه. احنا نتعلم عليها قبلها ان نسويها اول شيء على الماي. حلو. من غير لا تنقز. حلو. وبعدين ان في اشياء انك تخلي ايدك قويه وريلك قويه، وانك تعرف شلون تلف البورد بالهواء. حلو. ان مثلا تمسك الحبل اللي ورا طول رايحين رادين. حلو. فلما وبعدين تيجي تدش على المويه بتكنيك معين عشان تضبطها. فهي يعني الحركات عشان تسوي حركه تاخذها خطوه بخطوه، يعني تحتاج وقت ان انا اوصل حق المستوى هذا، بان انا اسوي الحركات اللي تذكرها طبعا 360 وغيره. يعني طبعًا. ما هو شيء سهل، احنا يمكن سهل ان نقول نسوي اللي هو الدوران بدرجه 360، ولكن هو 360 درجه شيء ما هو سهل، اكيد طبعًا. يحتاج انك انت تتمرس فيه وتوصل حق هالمرحله هذه. اي هو يعني الرياضه تحتاج، كل ما لعبت زياده كل ما صرت احسن. حلو. كل ما حاولت زياده كل ما صرت اقوى. حلو. فتحتاج انك تكمل تجرب وتجرب وتجرب لين تعرف الحركه، كأنك قاعد تسوق قاري. لوين بتوصل الرياضه هذه، او شنو مستقبلها اللي راح يكون في الكويت، شنو متوقعين لها؟ ان شاء الله راح نكون ابطال عالم ان شاء الله، والحمد لله قاعد ننجز بطولات، وان شاء الله نطلب الله بالتوفيق ان شاء الله. كل الشكر لك وعلى اليوم تواجدك ويانا، انت والابطال زملائك في هذه الرياضه اللي حققتوا فيها انجازات ومسابقات، ايضا مثل الرياضات هذه اللي فيها صعوبه، لان احنا برنامجنا مخصص لرياضات المغامره والاثاره. فراح يكون هذا اللي كان معنا ضيفنا اليوم اللي متواجد ويانا، اللي تكلمنا ويا حمود الحداد محترف في رياضه الويك بورد. كل الشكر لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. مشاهدينا فاصل وردي لكم مع ضيف جديد ومحترف في رياضة الويك بورد، لا تبادر. أعزائنا متواصلين معاكم ونتعرف على ضيفنا المتواجد معنا المبتدئ في رياضة السحب المائي الويك بورد، فيصل النمش. نمسي عليك بالخير، شلونك فيصل؟ الحمد لله زين. الله يسلمك فيصل. في حركات الحين راح تسوي لنا اياها على الويك بورد بالسحب، شنو الحركات اللي راح تسويها؟ ان شاء الله حاول اسوي 1 ويك 180. حلو. و 360 سيرفس 360 حركتين يعني. ان شاء الله. زين حركتين راح يسويهم لنا فيصل، بس طبعا احنا الحين هو قال لنا اياهم بس ما نعرفهم، بس راح نشوفهم ونفهمهم، خلكم ويانا. We'll be right back.
أزلنا متواصلين معاكم مشاهدينا في حلقتنا اليوم لرياضة الويك بورد، رياضة السحب المائي، لكن راح يكون معنا اليوم محترف نقول من العنصر النسائي موجودة اليوم ومشاركتنا في وجودها شيخة النوري. راح فيش معنا، حياكم الله. الله يحييك شيخة. ما أنك أنت اليوم طبعا أكيد مشاركة في رياضات كثيرة بحرية، لكن من ضمنها انتيتي وافترتي رياضة الويك بورد، سبب اختيارك لهذه الرياضة؟ بالضبط، من أنا صغيرة ربيت وأنا دائما بالبحر، كل أسبوع نكون بالبحر، جربت وايد أشياء، ني بورد وسكيز وأشياء. بعد ما كبرت طبعا، بس تكبر أنت تختار طريقك، تبي شنو أنت تكمل فيه. جربنا الويك بورد ما شاء الله، أنا وربعي ما شاء الله، وبدينا نشوف بدر وصالح بالبحر، طبعا كنا نشوفهم دائما يسحبون، فكنا نتدرب معاهم مثل ما تقول وندرب نفسنا. حلو. لين ما وصلنا ان سووا بطوله، اول بطوله لهم كانت 2010، قلنا يلا نشارك كلنا البنات، وكان في عنصر نسائي داش بالموضوع، فشاركنا. طبعا برز صرت كنت بالمركز الاول الحمد لله، بس ومن عقبها ما هديت الرياضه، كنت امارسها تقريبا باستمراريه دائما. نعم، هذا طبعا بتمرين مستمر في هذه الرياضه، دائما نتمرن شويه احنا بروحنا وتالي معاهم، نتمرن شويه تالي نكون معاهم. بعدين هم بدر وهذا وصالح يشوفون ناس مثلا معينين يختارونهم ويدخلونهم معاهم بالفريق، وبس والله تبنونا، انا تبنوني مع الشباب. نعم. وصرت بس اشارك نتدرب معاهم واشارك معاهم بطولات. متى شيخه دشت في الرياضه او التحقت في الويك بورد؟ تقريبا صار لي 3 سنوات ما اخذتها باحتراف، اكثر او قول 2، بس بديت من 2010 2011. ما فيها صعوبه؟ فيها صعوبه اكيد، يعني الرياضه صعبه، وايد صعبه، بس على كثر ما تتمرن كثر ما يكون عليك اسهل، عرفت شلون؟ أنا حاسه ان هي كنا تحدي، لان هي رياضه شويه شبابيه ويبي لها قوه، فكانت كنا شبه تحدي لي اني اقدر اتطور واتطور. انا ما ابي اقول عنصر نسائي وان والله البنيه ما تتحمل يمكن رياضات معينه، لكن اليوم قاعد نشوف تفوق العنصر النسائي في مشاركاتهم في عده رياضات وعده مجالات، وطبعا قاعد نشوف انجازاتهم ايضا ومنافساتهم للرجال في هذه الرياضات، لكن في رياضه الويك بورد مثل ما ذكرنا مشاركتك كانت مع المنتخب، اكيد شاركتي في مسابقات في بطولات، متى كانت وشنو انجازاتك على المستويين طبعا، اذا كان عندك مستوى تقريباً محلي او عالمي؟ تقريبا على مستوى الكويت، لان ما في منافسه قويه مع البنات، فكانت كل سنه تقريبا على الذهبيه. حلو. بس مشاركتي برا بالخليج في ابو ظبي وماليزيا وتو هونغ كونغ، كنا ابو ظبي كنت اجيب الذهبيه او الفضيه، عفوا الفضيه او البرونزيه، وبهونغ كونغ جبت الذهبيه تو قبل اسبوع، كنت مع الشباب رايحه وجبنا الحمد لله المركز الاول، وقبل سنه هم شاركت في ماليزيا وجبت المركز الثاني. ما شاء الله، يعني قاعد نقول انجازات حافله، عندك ما بين المراكز الاولى بالتاكيد، هذا الشيء هو شيء كبير. احنا لما نتكلم يا جماعه على مستوى عالمي نقول والله ابطالنا يابوا مركز اول وثاني، نقول الحمد لله لانهم يابوا هالمراكز وشرفوا الكويت ورفعوا علم الكويت، هذا الشيء لا شك انه هو يكون كافي لمشاركاتهم في هذه المسابقات او هذه الرياضات الكثيره. ابي اتكلم عن رياضتكم، انت كونك والله من العنصر النسائي، انت وكم بنيه في هذه الرياضه؟ حاليا الفترة السنوات الأخيرة كنت أنا بروحي، توا يعني توا دشت معنا بنية، ونفس الشيء إحنا مجابينها، إحنا محتوينها مثل ما قال كويت بالانس، هما متبنينا كلنا في التدريب وكذي، لما تطورها يبيلها تقريبا 2 3 سنين وتبدي تصير مستوانها إن شاء الله وأحسن. بعد مبتدئة هي؟ مبتدئة الحين. حلو، بدأت وياكم توها، وإن شاء الله أكيد هي تطمح أنها توصل إلى مستويات تكون فيها محترفة، وأيضا ترفع رأس الكويت. وثاني شيء، هذا الشيء لابد منه في مشاركاتنا طبعا في هذه الرياضات، رسالة تحبين توجهينها للسادة المشاهدين؟ شكر خاص طبعا حق كويت بالانس اللي هم بدر جهي وصالح دويسان على تبنيهم لنا والفريق وتوفيرهم لنا الطراد هذا والمعدات كلها، وشكر خاص حق مشروع اللؤلؤة طبعا اللي معطينا هذا المكان كله لنا ومرخصينا، وخفر السواحل على يعني على دائما متعاونين معانا، ممنوع احد يدخل هني بس لنا احنا المكان الحمد لله. حلو، يعني محتكر المكان، محتكر لنا بس احنا الفريق الحمد لله. اكيد، وطبعا خبر السواحل مشكورين بانهم موفرين الامن ونقولوا الامان، وانهم مامنين شواطئ الكويت طبعا لمرتادين البحر، لكن احنا قلنا في هناك اكسبشن، يعني هو مو عشان شيء ولا احتكار، لكن هو عشان الشباب عندهم ترخيص من نادي الكويت ومن ايضا خبر السواحل، النادي البحري وخبر السواحل، فمنظم بينهم هذا الشيء لطبعا بعدهم وهم تقيدهم في
الأمن والسلامة. كل الشكر لك شيخ النوري. ما زلنا متواصلين معاكم مشاهدينا في حلقتنا اليوم لرياضة الويك بورد، لكن راح يكون آخر ضيف ويانا في حلقتنا اليوم المحترف واللاعب خالد العواضي، لاعب منتخب الكويت في رياضة الويك بورد. مسي عليك بالخير. الله يسلمك. الله يسلمك خالد. نبي نتكلم وياك عن، بما ان احنا تكلمنا عن رياضة الويك بورد بشكل عام، تكلمنا ايضا عن طرق السحب المرهادي، لكن انت وين تتمرنون؟ يعني انت وصلت اليوم ما شاء الله حق منتخب، كونتوا المنتخب، قاعد تكونون فريق حق هذه الرياضة، خصوصا الرياضة نقول حديثة عهد في الكويت، لكن وين قاعد تمرنون حق الرياضة هذه عشان توصلون حق المستويات اللي انتم فيها؟ احنا المكان اللي نتدرب فيه الخيران اللي قاعد تشوفونه، هو احسن مكان حاليا. تقدر تسحب اماكن ثانية بس الجو دائما يكون عامل صعب، يعني ان يعني اي لازم يعني على طول تكون الماية هادية، وبالخيران هني حتى الايام اللي يكون فيها هواء يكون الماية هادية تنفع حق السحب، يعني عشان بين الخور يعني، ولا لان اماكن مسكره، غير كذي الشاليهات تصد الهواء، فدائما المايه تكون يعني معقوله. انتم ما تحتاجون الهواء في رياضتكم؟ لا بالعكس، احنا ما نحب الهواء نهائيا. يعني ما تطلعون بالوقت اللي يكون فيه؟ نطلع مبلا، لان بالبطولات دائما ما تدري الجو شلون يكون، او المكان مفتوح مو مفتوح، خاصه بالبطوله اللي فاتت يعني صار في هواء ويعني تغير الوضع. يعني تمرينكم بس في المكان هذا اللي موجود اليوم احنا قاعد نصور فيه فقط؟ احنا بس نتدرب هني، كنا قبل ننزل بالديره بس هني يعني وايد مرتاحين اكثر، وعندنا المرسى وكذا. ايضا الهدوء الموجود هني بالضبط اللي انتم تستخدمون في رياضتكم وتمارسون في رياضتكم اللي هي الويك بورد، لكن تمارينكم ايش كثر؟ يعني كم يوم تحتاج منك على مدى الاسبوع؟ ما بيتكلم على مدى الشهر، يعني هل هي يوميا تمارينكم، اسبوعيا؟ احنا وصلنا مرحله ان يعني اللعبه مو بس تدريب، يعني تدريب وناسه وكل شيء مع بعض، فننزل تقريبا 4 ايام بالاسبوع على اساس نتمرن جد، وغير اي يوم كن يعني موجودين قاعدين هم نطلع يعني. حلو. اذا نتكلم عن المنتخب، منتخبكم اللي كونتوا اللي هو طبعا بالتاكيد لهوايته وممارسه اللي هي رياضتكم اللي هي الويك بورد، نبي نتكلم متى سويتوا اسستوا هذا المنتخب اللي هو المنتخب اللي الحين قاعد يشارك في البطولات، خصوصا انتم مشاركين في البطوله الاخيره اللي جيتوا منها من هونغ كونغ في 2015. فهذا الفريق اللي كونتوا من محترفين، واكيد ايضا هناك نقول صغار بالسن اللي هم المبتدئين، فنبي نتكلم عن هالجانب هذا. الرياضه هذه بدت من زمان، تقريبا قبل 10 سنين بلشت مع مجموعه شباب، بدر الجهيم مع صالح اللي الحين هم ماسكين الفريق، وغيره ناس وايد، وبدوا بالسكي حتى مو بس الويكبورد، ومنها يعني شوي شوي تطورت، الناس زادوا، الناس قاموا يشترون طراريد، صار في الخيران قبل ما كانت نفس ما هي الحين، وشوي شوي الناس قاموا يدشون، وصرنا كذي يعني الناس اللي يتدربون اكثر يتحسنون، وهم اللي بالنهايه يدشون المنتخب. يتكون من كم شخص حاليا؟ احنا 8 اشخاص رسميا، بس الفريق يعني ما يعني كبير وايد، احنا ربعنا كلهم موجودين، و
يعني ما نقول انه في رقم معين. المسجل اللي قاعد يشارك في المسابقات ثمان اشخاص، ثمان اشخاص حاليا مسجلين على اسم المنتخب قاعد يشاركون. اي نعم، هذين المحترفين، ثمانية محترفين، ثمان عدل، بينهم بنات ولا كلهم بنتين؟ بنتين حاليا، بنتين والباقي شباب. حلو، يا ريت بس لو عشان ما ننساهم نذكر اساميهم، اذا تذكر اسامي حضرك اسامي اقدر اقول لك يعني. اي اول شيء عندنا بدر الجيم اللي هو الكابتن، عندنا صالح الدويسان، هم الاثنين اللي يعني متراسين الفريق وهم اللي قاعد يضبطون لنا كل شيء بالبطولات وغيره. يعني بدر ممكن تقولنا من لاعب صار اداري، وصالح كذلك نفس الشيء. عندنا براك درويش، حمود الحداد، خالد العوضي، عندنا استغفر الله نسيتهم. أيه. هم وايد ترى، هم وايد يعني. ما نزعل اللي ما ذكرنا اسمه، بالتاكيد الواحد ينسى بعض الاحيان بس ما ينسى ان شاء الله ربعه. ان شاء الله كل التوفيق لهم ونتمنى لكم التوفيق. لكن بنتكلم عن العنصر البنات، مشاركتهم بينكم خصوصا هذه الرياضه اللي هي رياضات السهل متعارف عليها على نقول بالكويت او بالخليج. البنات ما شاء الله الحين صايرين يشاركون في اغلب الرياضات، فمن ضمنها هذه الرياضه اللي هي من الرياضات تحتاج الى رشاقه، الى حركات. قاعدين نشوف في البطولات والمسابقات حركات اللي هي الجنبات، ومثل ما ذكر توه حمود اللي هي 360، والحركات طبعا لها مسميات انت وطبعا اخبر فيها، لكن بنتكلم عن مشاركه العنصر النسائي او البنات في هذه اللعبه. والله لما انا بديت صراحه يعني قبل 4 سنين تقريبا ما كنت اشوف بنات نهائيا يسحبون، فيعني يعني 4 سنين الحين صارت ما شاء الله قمنا نشوف وايد. حلو. وشي حلو وشي غريب إن تشوف يعني بنية كويتية قاعدة تلعب رياضة وكذا، فشي حلو. مو بس كذي، إن قاعد يسوون أشياء وايد صعبة، يعني صعبة في شباب ما يسوونها لهالدرجة يعني، فيعني وايد قاعد يتحسنون ما شاء الله، وقاعد يدشون زيادة، وإحنا طبعا ان شاء الله فيه. اكيد بناتنا وشبابنا هم خير هذا الوطن وخير هذا البلد، ان شاء الله عليهم بطولات، مسابقات، مشاركات. قاعد يختارون ايضا رياضات ما تستصعب عليهم في طبعا مشاركتهم على المستوى نقول المحلي او على المستوى العالمي. ابي اتكلم بشكل ايضا اخر، لو جيت اتكلم عن رياضه الويك بورد، انت مثل ما ذكرت قلت مشاركاتكم اللي هي على المستوى المحلي والدولي، ابي مشاركات خالد العوضي على المستوى. والله بالفتره اللي فاتت شاركنا بلبنان، السنه اللي فاتت شاركت قبلها باندونيسيا وهونغ كونغ وبآسيا، يعني بشكل عام يعني ما طلعنا من آسيا، هذه منطقتنا يعني تعتبر. فعندنا بأبو ظبي بعد، وفي بطولات مصر إن شاء الله هالسنة والسنة اللي بعدها يبدون يسوون ونشارك فيها بعد، يعني نحاول قريب شوية إن شاء الله بإذن الله. متى بديت يا خالد في هذه الرياضة؟ قبل أربع سنوات. ما شاء الله أغلبكم بدأ من 4 سنوات 3 سنوات، لكن اليوم قاعد يشارك في بطولات مسابقات خارجية، قاعد يحرص فيها أيضا إنجازات. البنات اللي شاركوا ايضا بنفس المده اللي هي 4 سنوات؟ والله ما ادري، لازم تسالهم، بس اتوقع حتى في بعضهم يعني شيخ النوري من قبل. اكيد راح ناخذ شيخ النوري طبعا من المحترفات اللي طبعا لا يخفى اسمهم بانه معروف على مستوى الكويت وايضا على مستوى اسيا، ان هي متعارف عليها بانها هي محترفه في رياضه الويك بورد. ابي اتكلم عن المبتدئين في هذه الرياضه، هل هناك مبتدئين من ضمن منتخب الويك بورد؟ اكيد، نفس ما انت عارف يعني الكويتيين بشكل عام خاصه بهالمنطقه يعني الشاليهات، قصدي ان الناس يحبون البحر، يبون يجربون اشياء جديده. فاحنا الطراد طبعا تقدر تركب في اي شخص وباي عمر حتى، فبالعكس يعني تصلح حق اي عمر وتناسب اي شخص. بالتاكيد احنا تكلمنا عن الرياضه بشكل عام من الى بدايتها الى يمكن ادق التفاصيل في هذه الرياضه، لكن ما تكلمنا عن الامن والسلامه في هذه الرياضه. شنو هل هناك يعني نقول طرق لحفاظ طبعا سلامه الرياضيين على متن الغاربه او على استخدامهم لنقول الامواج؟ هي الرياضه يسمونها اكستريم سبورت، بما انها يعني شوي تبدو انها تخرع اكثر من الرياضه العاديه، بس ايه بالحقيقه مو نفس ما يسوقونها. الموضوع جدا سهل، بس لايف جاكيت،
واللي بالطراد كلهم يعني مدربين وكذا، انه يعني يشيل الشخص شوي شوي. وطبعا سرعه الطراد تثبت على حسب اللاعب اي مستوى، البدائي ولا المتطور او كذا. الخوذه لا ما نستعملها بالطراد، لان ما تحتاج خوذه يعني حق الابي المتسابق او المشارك. لا ما يستعملون خوذه الا اذا في شغله يسمونها الريل او الككر، اللي هو شيء يابس يعني يكون يطفح وتطقه. بس احنا بالماي لا ما نستعمل خوذه، لا بس اللايف جاكيت و... حلو، هذا الامن والسلامه. الواحد اللي يبي يلعب او يمارس هوايه الويك بورد او رياضه الويك بورد، لكن اذا بنيه نتكلم ايضا على اللي بيشارك، نقول تو جديد ما يعرف شيء في هذه الرياضه ولا عنده اي خلفيه سابقه في هذه الرياضه ويبي يلتحق، هل هناك طريقه انه يلتحق وياكم من ضمن المنتخب او مثلا تدريب معين انه يحضر معاكم كلاسات معينه؟ اكيد احنا المنتخب ندرب ناس ويعني شغالين طول الوقت، حتى بالشتاء في ناس يجون يسحبون، ويعني ما شاء الله السكجول عندنا شغال طول الوقت، ففي ناس قاعد يجون على طول وقاعد ندربهم من مراحل اعمار 5 سنين حتى الناس يجون يلعبون. نبلش معهم شوي شوي، نبلش ني بورد، ما ادري اذا تكلمتوا عن هالموضوع. تكلمنا صح، يعني نبلش شوي اصغر يعني مراحل لين يوصل اي، ونزيد السرعه حبه حبه لين. حلو، يبتدي العمر من كم حق اللي حاب يشارك؟ اصغر شخص لعب معنا لي الحين 5 سنين تقريبا ما شاء الله. أي. وادغن اللعبه يعني الحين اليوم ما شاء الله. والله يجون يردون بين فتره وفتره ويعني نركب. شلون يلتحق فيكم؟ هل هناك جهه يعني مثلا يتواصلون معاكم؟ شلون يعني شلون يوصل لكم عشان انه هو يشارك او يتدرب او يتمرن او انه يكون معاكم؟ يعني هل انتوا تشوفونه اللي هو صالح انه يكون من ضمن المنتخب؟ احنا حاليا شوي صعب الرياضة بالكويت، صعبة شوي من ناحية انه ما يصير اي واحد ياخذ طراد ويسحب فيه بالخور، خاصة الخفر يبون يتأكدون ان الناس كلهم يعني قاعدين بشاليهاتهم مرتاحين وكذا، فما يصير اي واحد يدش الخور ويسحب. فاحنا قاعد نحاول نساعد الناس كثر ما نقدر ان احنا ندربهم وكذا، على امل ان شاء الله بالمستقبل احنا مرخص لنا ان نسحب داخل الخور، وعندنا مكان معين ما نطلع منه. حلو. كذلك بس. يعني متقيدين في طبعا ما يخص استعمالكم لرياضه الويك بورد او السحب الماي داخل الخور من جانب خبر السواحل. اي نعم، ومقصرين ويانا صراحه وايد يعني ساعدونا من كذا سنه، يعني مو اول مره. لا شك في شيء، وزارة الداخلية وعلى رأسهم طبعا خفر السواحل رجال الأمن، هم نقول ساهرين على راحة واطمئنان طبعا المواطنين المتواجدين أيضا ومرتادين البحر اللي متواجدين على الشواطئ، فدائما يأمنون لهم السلامة. منو يدعمكم في رياضة الويكبورد؟ احنا مدعومين من النادي البحري حاليا. حلو. ومدعومين من محل كويت بالانس اللي هو يزودنا بالبوردات وال الأغراض البحرية اللي نحتاجها، الأدوات السلامة وكذلك أي. والطراد هم مدعوم من محل كويت بالانس اللي مو مقصرين معنا صراحة. فهناك دعم من الجهات المذكورة واللي ذكرناها لرياضتكم الويك بورد. احنا نتمنى دائما ان نشوف مثل هالدعم هذا لرياضات كثيره تحتاج الى الدعم للامانه، لانها رياضات جميله بان الواحد اليوم يفرح بانه هو يشوف شباب الكويت لهم الانجازات في هالرياضات، وايضا اتجاههم لاختيار مثل هذه الرياضات اللي يمكن الواحد يستصعب فيها ويشوف فيها الاثاره والمغامره. البعض من اللي طالعنا اليوم يقول والله هذه الرياضه صعبه، هذه الرياضه ما حد يقدر يمارسها، بس اللي هم طبعا بالدول العالميه وعلى المستوى العالمي عندهم الرياضات يقدرون يمارسونها. لكن احنا نقول اليوم ومع شبابنا اللي موجودين ومحترفيننا اللي موجودين بالكويت، ماكو شيء يصعب على عيالنا واخواننا في الكويت، لانهم دائما ملمين ومشاركين في هذه الرياضات ولهم تجارب كبيره في رياضات كثيره للامانه. اخر سؤال ودي اعرف منك، مو مستقبل اللعبة، أنا بقول رسالة تحب توجهها لسادة المشاهدين لكن على عجالة. والله أنا بس أحب أشكر الناس اللي قايمة بالمشروع لولاة الخيران، صراحة ما قصروا نهائيا معانا، والمكان يعني فوق الخيال، أشخاص يجونا من كل أماكن بالعالم ويشوفون هالمكان يقولون يعني هالمكان يعني هو جاهز أحسن مكان ممكن تسحب فيه ويكبر. يعني الحمد لله ان لقينا المكان
مو مقصرين معنا نهائيين. الله يعطيك العافية محترف خالد العواضي، محترف الويك بورد، على تواجدك اليوم ويانا، شرفنا فيك. ما قصرته بصراحة. الله يسلمك. مشاهدينا هذا كان كل شيء اليوم في حلقتنا رياضة الويك بورد اللي هي رياضة السحب المائي. نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة أسبوع الجاي.